أثر الحديث في الآونة الأخيرة عن انتخابات اتحاد الكرة العراقية وتأجيلها لأكثر من مرة والاعتراضات التي رافقت بعض المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد، ثم جاء قرار استثاث ناجح حمود ليكمل عقد التساؤلات عن مصير الانتخابات والمرشحين لشغل رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم. فضائية سامراء تستضيف في برنامجها في آي بي سبورت الشخصية الرياضية المعروفة والمرشح الساخن للظفر برئاسة الاتحاد المقبل السيد عبد الخالق مسعود، ليتحدث للمشاهد الكريم عن واقع الكرة العراقية والاتحاد والانتخابات المقبلة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا، برنامج في آي بي. برنامج اليوم في أربيل، حيث علينا ضيوفا على الأستاذ الشخصية المعروفة الرياضية الأستاذ عبد الخالق مسعود. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك بالتلفزيون سامراء. طبعا نحن مو بعيدين عن أربيل، لذلك تحملنا السفر من أجلنا يعني نكون ضيوفا في نادي أربيل. أهلا بكم وبأهل سامراء وبالتلفزيون سامراء وبكل مشاهدي قناة سامراء. أهلا وسهلا أستاذ. إحنا يعني لين وقت ثمين ونعرف مشاغلك ونعرف كل سنة هاي الأيام قبل الانتخابات عليك البارحة جاي من السفر يمكن حسب ما علمنا، لذلك سنقتص شوية بعض من وقتك من أجل تسليط الضوء على الانتخابات وعلى موعد الانتخابات. أول شيء إدارة الجمهور إن شاء الله موعد الانتخابات هو ثابت أو بتغيير؟ نعم، 24 هو موعد إجراء الانتخابات مكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم الجديد. الاتحاد عين اتحاد الياسر وعين عين المشرف الدكتور شامل كامل للاشراف على عملية الانتخابات. كما نعرف انه انت من الشخصيات اللي مرشحة على رئاسة الاتحاد، وايضا هناك منافس هو زميل لكم في المهنة، يعني هذا التنافس هل سيولد نوعا ما من الاحتكاك بينك وبين صديقك او بينك وبين زميلك بالعمل ان شاء الله؟ لا، ماكو، هو حق مشروع لكل شخص ان يرشح على اي منصب، سواء كان منصب رئيس الاتحاد او نائب الاول او نائب الثاني. انا كنت نائب الاول منذ 2011، الان انتخابات موجوده، رشحت على نائب الاول على رئيس الاتحاد. قبلها ايضا ناجح حمود كان نائب الاول، كابتن حسين سعيد رئيس الاتحاد ايضا رشح على هو على منصب رئيس الاتحاد. ما مو معناته هو واحد يسأل عن الثاني اذا واحد يرشح، لا، كل واحد هو لديه مجموعه من الهيئه العامه هو يثقفها، والهيئه العامه كلهم الحمد لله مثقفين ويعرفون من هو الاصلح لقياده الكره العراقيه في الفتره المقبله، وماكو اي زعل بيناتنا. الان هو رئيس الاتحاد لغايه 24، انا نائب الاول، سنجتمع بالاتحاد سوية خدمة للكرة العراقية، وإن شاء الله أي واحد يفوز هو يكون خدمة للكرة العراقية. أكيد هو اختلاف الرأي لا يفسد ود قضية، وأنا كما أعرف أن أنت من المرشحين وسبب ترشيحك صراحة من اللي حطه أكثر من أعضاء خاصة من المنطقة الغربية يعني والمنطقة الشمالية أيضا والمنطقة الجنوبية هم مع عبد الخالق مسعود في الانتخابات. أريد نعرف برنامجك الانتخابي إن شاء الله إذا ما حققت الفوز بالانتخاب القادم. ما اعتمدت على مناطق، اعتمدت على كل العراق في ترشيح لرئاسة الاتحاد كرة، وبرنامجي واضح هو أول شيء رفع الأعضاء من الكرة العراقية، لأنه الآن الكرة العراقية يمر بأزمات وبعدم إجراء المباريات في ملاعبنا، ورغم ان العراق هو اكثر امان من بعض الدول اللي الان ستجري عليها المباريات مثل مصر ولبنان وليبيا، الان تجري مباريات عليها. الان العراق بدون السبب هو الان قرار ظالم، انا اعتبره هو بالنسبه لعدم رفع الاعضاء للكره العراقيه، وان شاء الله بعد الانتخابات سنتعرك مع الحكومه العراقيه متمثلة بوزارة الشباب واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وبعض الشخصيات الرياضية من خارج الاتحاد، نتعرك على رفع الأعضاء، وثانيا هو تغيير لوائح الاتحاد، ثالثا الاهتمام بالدوري العراقي سواء كان بالمستوى الأول دوري الممتازة والدرجات الأدنى فئات العمرية، رابعا الاهتمام باللجان، لأنه الآن اللجان فقط بالاسم موجودة في الاتحاد، تفعيل اللجان اللي الآن
موجودة في الاتحاد وتشكيل اللجان اللي ما موجودة في الاتحاد والاستعانة بالخبراء اللي موجودين ويكونون الآن خارج الاتحاد وبرنامجي الآن دعوة على جميع الإعلاميين والهيئة العامة حتى يطلعون البرنامج وإن شاء الله برنامج بعد الانتخابات مباشرة إذا فزت سنطبق البرنامج. لمن يشكك في الماضي الرياضي لضيفنا نقدم له هذه المعلومات. عبد الخالق مسعود كان رياضي سابق حين كان حكم درجة أولى وقاد مباريات كثيرة تحكيميا وهذا ما أثبته اتحاد الكرة، كما أنه حاصل على شهادة دبلوم تربية رياضية من معهد المعلمين وعمل في مجال الإدارة الرياضية منذ عام 1982 وأمين سر ونائب رئيس ورئيس بالوكالة في نادي برايت الأربيلي من عام 1992 ولغاية عام 2007، ثم في عام 2001 وإلى الآن عضوا في الاتحاد العراقي لكرة القدم وعمل في المواد والبرنامج هو مطلب جماهيري ومطلب لدى جميع أعضاء الاتحاد والهيئة العامة. ويكون علاقة متينة بين الإعلام وال الاتحاد العراقي، لا العلاقة غير جيدة بين الإعلام والاتحاد العراقي هو سبب التخبط اللي موجودة في الاتحاد من قبل رئيس الاتحاد، وأيضا لازم يكون العلاقة جيدة بين الحكومة والاتحاد العراقي في المستقبل. أكيد هو كل ما تكون العلاقة بين الاتحاد والحكومة علاقة طيبة كل ما يخدم المنتخب ويخدم الاتحاد. احنا هذا اللي نتمنى بصراحة. احنا نجي انت ذكرت اللجان الفرعية واللجان لجان المنتخبات ولجان التحكيم، يعني لاحظنا انت من حديثك قلت كان دورها مغمور يعني نوعا ما ويكاد يكون مختفي. هذه اللجان هل هناك خطة لنهض بها واعطاها مساحة اكبر ومسؤولية اكبر؟ اول شيء طبعا هو عدم اناقة رئاسة اللجنة لأي عضو من الاتحاد العراقي، هو جميع الأعضاء الهيئة العامة والخبراء يكونون باللجان خارج تشكيلة الاتحاد حتى يقدرون يعملون بالشكل جيد، لأنه إذا رئيس رؤساء اللجان يكون من اتحاد عراقي يعني عدم فسح المجال للآخرين بالعمل في الاتحاد العراقي، وإن شاء الله يكون لجان ما بمجاملات هو من الناس الكفؤين وأكاديميين يكونون يستلمون اللجان. بالنسبة للجان هناك لجان تحكيمية ولجان الخبراء المدربين، أنا أكثر من حكم التقيتني بصراحة يعني يحسون إنه هناك مظلومية نوعا ما، إنه تعرف إنه الشباب الآن لازم ياخذ دوره، وأيضا هناك تقدم في كل المجالات، يعني إنه اللجنة الحكام ما يمكن أن تكون لمدة 20 سنة أو 10 سنوات بيد شخص معين بغض النظر عن نجاح هذا الشخص أو عدم نجاحه، النجاح أكيد هو في خدمة الاتحاد، لكن أيضا تدعيمه بالشباب مطلوب خصوصا أنه هناك عندنا كفاءات موجودة في كل مكان. هو لجان لجنة موجودة لجنة الحكام الآن دي يعمل ولكن بها أخطاء، وإن شاء الله نتلافي هاي الأخطاء سواء كان بالتغيير اللجنة جميعها وبعض أعضاء اللجنة مثل بقية اللجان يكون التغيير موجود إن شاء الله. وبالنسبة للمدربين يعني لاحظنا اختصاص اللجان يكون لجنة المدربين ولجنة الخبراء ولجنة المنتخبات واللجنة الفنية هم يختارون المدربين. لأن بعض المدربين التقينا مدربين هواية يقول لك أنا مظلوم لأن علاقتي بالاتحاد مو زينة. يقول مظلوم مو شرط علاقة جيدة، يكون الشخص الكفو هو يقود المنتخب. هو هذا المطلوب انه الشخص الكفو ياخذ مكانته في الاتحاد وسواء في التدريب او بمجالات اخرى. ايضا اعضاء الاتحاد هل سيكون لهم دور ام يكون مهمشين يعني دورهم كما ما هم به الان؟ بالنسبه ان شاء الله اذا فاز عبد الخالق مسعود سوف يعطي اول الاتحاد هو الرئيس هو يقرر. نعم. قرار النهائي من الاتحاد يكون ولكن هو توصيات يكون من اللجان. ما كنت يعني شلون اعضاء الاتحاد شلون هم ماشيين؟ والله الاعلام والناس تسولف تقول انه اكو بعض الاعضاء بس يحضرون ما يكون دور بالقرار. لا لا الان اكو تخبط في عمل الاتحاد لانه اكو لجان مرتبطه برئيس الاتحاد، علاقات مرتبطه برئيس الاتحاد، اللجنه الفنيه ماكو، لجنه المنتخبات ماكو، فقط هو شخص واحد او مكتب اكو للفنيه. هذا يعني هو
عدم وجود اللجان والتخبط في عمل الاتحاد، وان شاء الله ما يتكرر هذا بعد 20 عام. الان احنا سمعنا ان هناك ابعاد للسيد ناجي حمود من قبل مساله العداله، هذا صار مفعولا من تهمه في المال. وهذا انا ما دا اتكلم لانه هذا قرار الدوله العراقيه. احنا في 2008 ايضا صارت الانتخابات الاتحادات الفرعيه، من احد الشروط الاتحادات الفرعيه اللي وزعناها وطبقنا عليهم في عالة شخص اذا مشمول بالمساله والعداله ما يصير ان يرشح على اتحادات الفرعيه. الان سيد ناجي حمود مشمول بالمساله والعداله، وان شاء الله هو يميز القرار ويطلع من الان. يتمنى ان يدخل معاه الانتخابات وافوز عليها في الانتخابات. اكيد هو شيء شخصي، هو يخصه الى هو يعرف، هو مظلوم، من المفترض ان يميز القرار، واذا هو يعرف بنفسه مذنب هذا شيء شخصي ما له علاقه بالاتحاد. ان شاء الله احنا نتمنى ان تكون منافسه ويكون القرار العام، نتمنى ان يكون هناك تنافس وان الفائز ياخذ حقه بما يستحق ان شاء الله. اذن بالنسبه للعلاقه اللي تربطك مع الهيئه العامه السابقه الكابتن حسين سعيد، اعضاء الاتحاد شباب الدول الخليجيه والعربيه، علاقتي جيده مع كل سواء كان اعضاء الاتحاد السابقين او اعضاء الاتحاد الحاليين أو دول الخليج ووسائل دول الخليج، اتحادات الدول الخليج سواء كان الإمارات أو قطر أو سلطنة عمان أو الكويت أو البحرين أو بقية الدول اللي موجودة السعودية، كلهم علاقاتهم جيدة معايا وأحترمهم، وإن شاء الله أن بعد الانتخابات سيكون زيارات متبادلة. هو اكيد ممتاز. انت الان عندما يريد ان يقام معسكر لاحظ صعوبه في اقامه المعسكر، يعني قد كانت يمكن اسهل، وانت تعرف هالامور هاي. هو علاقات، انت تعرف بالعلاقات لانك انت انت علاقات ياسر على كل شيء. وانا لاحظت من خلال لقاءاتك الصحفيه في الخليج العربي ان هناك شعبيه بصراحه لك، يعني في دول الخليج مقبوليه لديهم. يعني منذ 84 أعمل في عمل الإداري سواء كان مع الأندية أو الاتحادات الصغيرة، ومنذ 2001 أنا عضو اتحاد كرة القدم العراقي، وعملت بإخلاص مع المنتخبات الوطنية، وأنا كنت جزء من عمل منظومة الاتحاد اللي فزنا كمدير فريق للمنتخب العراقي الفاز بكأس أمم آسيا 2007، وأيضا كنت مدير الفريق في منتخب الأوروبي العراقي اللي حصل على رابع العالم في بطولة أولمبياد أثينا. عملت مع جميع المنتخبات سواء كان رئيس الوفد أو مدير الفريق بجهد وإخلاص، ولدي علاقات طيبة، إن شاء الله هاي العلاقات يكون لمصلحة الكرة العراقية. أكد وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أن وزارته ليست استنى العفو، انا قبل فتره هناك غرامه للنادي يمكن الانديه اللي لعبت ويا الزمالك المصري لنسات الله بالبصره، والاتحاد العراقي سوف يتحمل هذه الغرامه، هل هذه ايضا من اخطاء الاتحاد السابق لو شو تفسرها؟ الاتحاد يتحمل الغرامه، الاتحاد يتحمل وزاره الشباب رمت الكره الوزير هو صرح قال بالحرف الواحد مشكورا، قال الوزاره الحكومه العراقيه تحمل غرامه نادي الزمالك ونادي الاهلي والاتحاد المصري والاتحاد اللبناني، لانه حسب التصريح وحسب علمي ايضا اكو مخاطبه بين الاتحاد العراقي والاتحاد الدولي حول افتتاح مدينه رياضيه، وعلى هذا الاساس عقوبات ضد الانديه العراقيه والانديه ونادي الزمالك ونادي الاهلي. وما كنت اتمنى أن تحدث هذا الشيء، لأنه لو كنت أنا مدعو سأكون أول العاضلين لافتتاح المدينة الرياضية بغض النظر عن القوات. أكيد، لأن هناك أيضا اسمه هو البلد العراق بصورة أكبر وأشمل. نعم. زين أستاذ العزيز، بالنسبة لي إذا إن شاء الله نتمنى لك الفوز مسبقا، هل سيقال الاتحاد من بغداد أم من أربيل؟ لا، الأربيل لا يجوز أن يكون مقر الاتحاد في أربيل، لأنه هو
الآن في النظام الداخلي المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة والاتحاد الدولي هو مقر رئيسي يكون في بغداد. تعرف هاي المشكلة اللي عانى منها الاتحاد السابق برأسه حسين سعيد، إنه حسين سعيد كان عنده مشكلة ما كان يقدر بعد 2007 أن يتواجد في بغداد، ولكن أنا ما عندي أي مشكلة، والآن وقبلها أنا كنت تواجدي أكثر في بغداد من أربيل. هل أنت مدعو من الحكومة العراقية كمرشح؟ الحكومة العراقية ما يتدخل، لأنه هذا شأن شأن رياضي، وأنا لدي علاقة جيدة مع الحكومة العراقية مع كل الأحزاب السياسية سواء كان أحزاب كلية أو بقية الأحزاب اللي موجودة في العراق، علاقتي جيدة مع الجميع، ولكن جميعهم ما يتدخلون في عمل الانتخابات. هل نتمنى حتى يكون العمل يعني جماعة إن شاء الله في خدمة الكرة العراقية؟ كابتن، أنت تعرف هناك أسماء كثيرة لم ترشح للانتخابات، كنت أتمنى أن ترشح هذه الأسماء، يا هادي أحمد، فلاح حسن، مرشح هادي أحمد مرشح كبالعضوية كرئاسة فلاح حسن، هو يعرف نفسه وهو رشح العضوية كابتن فلاح أيضا قبل فترة صرح ما يرشح ورشح لجنة الأولمبية. نعم، الأولمبية هو الآن أيضا في موقع يقدر يختم الكرة العراقية. علاقتك بيه كابتن فلاح حسن جيد جدا، وعد حمودي جيد جدا أيضا، احنا دائما نسال على العلاقات، لان تعرف انه دائما العلاقه كل ما تكون وطيده كل ما تربطني علاقه جيده مع الجميع، اعضاء المكتب التنفيذي للجنه الاولمبيه ومع معالي وزير الشباب والرياضه ومع لجنه الرياضه والشباب في البرلمان العراقي، واحترمهم واقدرهم. احنا ايضا نبارك هذه العلاقه وندعمها ان شاء الله بقوه كاعلاميين، لانها تخدم المسيره بالكره العراقيه ان شاء الله. ان شاء الله ايضا هناك يعني نتمنى انه يعني حملونا بعض اعضاء الاتحاد الفرعيين خصوصا المنطقه الغربيه، انه دورهم تقريبا للاتحاد مهمش. انت تعرف يمكن بس كان محمد خليل، محمد خليل ايضا قدم حسب ما اعرف استقالته، فهل سيكون هناك لهم تواجد سواء كان في اللجان ام في الانتخابات ان شاء الله؟ الاشخاص اللي ما يفوز في الانتخابات سيكون موجودين في اللجان سواء كان الغربيه او كردستان او بغداد او منطقه الفرات الاوسط او الجنوب، جميعهم سيشاركون حسب امكانياتهم في اللجان. الاحسن ادفع هو سيكون موجود في اللجان. انا حسب ما تابعت ان هناك يعني حتى المناطق الجنوبيه هي تدعم الاستاذ عبد الخالق مسعود، يعني سواء كان رئيس اتحاد بابل ديالة. انا لدي علاقات جميع مع الجميع من البصره الى الزهر، لدي علاقات جيده مع الجميع. هل هناك الاتحاد ان شاء الله اذا ما فاز خطه للنهوض بواقع الكره العراقيه بمستوى يعني أكثر مما هو موجود عليه الآن سواء كان الانتخابات الوطنية أو الانتخابات الأخرى؟ بكل تأكيد لازم ننهض واقع الكرة العراقية وعن قريب. والمدربين تفضلهم أنت؟ مثلك الآن هو اللجان، نفعل اللجان ونشكل اللجان المنتخبات والفنية حتى هم يختارون المدربين والتفوقين للمنتخبات الوطنية. المحلي يفضل عبد الخالق مسعود من المدرب الاجنبي؟ الاكفى هو هذا الاصح، الاكفى. احنا نتمنى انه نكمل وياك، لكن انت وقتك ما جاي يسمح لك، راح ناخذ فاصل وبعد ذلك نقرر اذا كان عندك وقت انت نياف. اذا اعزائي المشاهدين، كنا وياكم في ضيافه السيد عبد الخالق مسعود في برنامج في اي بي، نتمنى ان نكون قد اخذنا من وقته شيء قليل، ونتمنى ان يكون قد وصل لديكم برنامج الانتخابي في كمرشح لرئيس الاتحاد العراقي. الى لقاء اخر، هذا محدثكم علي البدري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.